نقاش و بس ما انا ما نسحب الاتش اللي بصفة سي، فهنا اتش باتش هنا بقى او وهنا نخلي سي، فبس نخلي سي نعمل مصر عصر واحده. اذا هسه بدنا نسحب او اتش اللي بقى شنو البقى نربطه، فهنا بقى سي دبل بوند او ار، هنا نبدا من الار ما يصير نبدا من الاو، ار سي دبل بوند او او سي اتش. نشوف الكتاب صحيح، الكتاب شو مسوي؟ محاول انه هو يربط السي واحد، يعني شو هو مدني هاي وخال هاي السي رحبه، خال هاي السي ويا هاي السي رابطها عبر آصرة، فهذا الشيء تحاولوا انتو على كيفكم. هنا انا عندي H 2 C O C double bond O R، طبعا هنا زائد 3 H 2 O 3 مع هذا المعادلة قدامكم على الدهون. ما تعرفوا شنو يجي بالامتحان والوزارة، فكل شيء لازم نخليه على الحسبان. فهذه أستر 3 كليسرول والحامض الشحمي حيكون 3 كليسرايد. بالنسبة للصابون، الصابون هي مركبات عضوية، لملح الصوديوم أو البوتاسيوم للحامض الدهني عند تفاعلها مع الزيوت أو الدهون. تعتمد عملية الصوبنة على القاعدة المستخدمة. لو نجي نشوف الأسئلة، عرف لنا الصابون مركبات عضوية لملح الصوديوم أو البوتاسيوم للحامض الدهني، منين نحصل عليه اللي ملح الصوديوم والبوتاسيوم للحامض الدهني؟ هنا شو يقول؟ يقول من أنا عندي ملح اللي هو الـ NaCl، فإن إضافة محلول لملح الـ NaCl، إضافة محلول لملح الـ NaCl راح تتصلب مادة، هسه هذه مادة صلبة، راح تتصلب مادة على شكل طبقة سميكة تترشح من خلال قطعة قماش. إذا مادة صلبة بشكل قطعة سميكة، تترشح من خلال قطعة قماش. عمودية تجلي الصابون راح أغسل المي على مود أزيل أي مثلا أزيل أي شيء بالناحية الملوثات أو بقايا الملح العالق عليه. واضح؟ هذا بالنسبة للصابون. الصابون هو مركبات عضوية لملح الصوديوم أو البوتاسيوم، فنحصل عليه من عملية الصوبنة من تفاعل حامض قوية، قواعد قوية لهيدروكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم مع الزيت أو الدهن. فالمركبات العضوية لملح الصوديوم أو البوتاسيوم للحامض الدهني نحصل عليه وذلك من خلال تفاعل القواعد القوية كهيدروكسيد البوتاسيوم والصوديوم مع الزيت أو الدهن. تعتمد جودة الصابون، على نوع. في حالة استخدمنا الـ KOH اللي هو هيدروكسيد البوتاسيوم احنا نحصل على الصابون السائل أو الطري أو المصنف فيه كريم الحلاقة أو الغسيل. Alright. هنا أنا مطيني التمرين، يقول ليش ما نستخدم المغنيسيوم مثلا أو الكالسيوم؟ أقول له ما يصل، لأنه هاي من مسببات العسرة اللي حتسوي لي رغوة، فبالتالي ما ينتج الصابون فيها، يعني هي من مسببات العسرة لا يرغو في الصابون فيها. واضح؟ هاي المعادلة مع الصابون هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن CH2O C double bond O CH 214 CH3. المفروض اني اخذ مجال بعد، راح اعيد هنا CH2 O C double bond O CH2 14 CH3، راح اعيد نفسه بس هنا عندي CH O C double bond O CH2 14 CH3، بعدين راح اعيدها CH2 هنا O C double bond O CH2 14 CH3. ما ننسى أكيد بين السيات أواصر، هذا اسمه باليميتات الكليسرول ثلاثي، وثلاثة هما باليميتات الكليسرول، اتحد مع K
ثلاثة N A O H. فش راح يكون؟ راح يكون C H 2 O H. مجرد راح أخذ هذول بداية. راح يكون C H 2 O H. C H O H. C H 2 O H. زائدا راح أعكس هاي. فصار عندي بالبداية C H 3 C H 2 14 سي دبل بوند او او سالب ان اي موجب. هذه مو ثلاث بالاميتات الكوليسترول، هذه كون لي بالاميتات الصوديوم. وخلص الفصل الثامن. الاسئله مال الفصل الثامن هي نفسها الشرح الموجود بهذه الفيديوهات. كل اسئله يقول بيها ان العناصر التاليه لوجود الحامض الامينية، كربون موجود، فسفور، نيتروجين. الفسفور ماكو الحامض الامينية، الفسفور واضح. تقول لي موجود بالبروتين، اي موجود بالبروتين بس ما موجود. شوف هسه انا كربون عندي، اكسجين، هيدروجين، نيتروجين، بس ما عندي هنا فسفور، واضح. هنا يقول اي من البوليمرات التاليه تعد الحامض الدهنيه الوحده البنائيه لها المونيمر اللي هي لبيدات الدهون. فخلاص الفصل الثامن الحمد لله.